المنتخب الأسترالي المباراة الأولى كما هو معروف في ماليزيا بالوضع الطبيعي بداية المشوار الثواني الأولى على البداية التفكير الآن تفكير المنتخب هلا بإذن الله نحن سوريا رح نفوز يعني حتى إذا نحن بأرض أستراليا رح نفوت أهداف أكثر وبإذن الله رح نفوز من الشعب السوري على طول منتصرين وان شاء الله هاي الفوز لنا ونحن استراليا ان شاء الله صح وحتى لو ما فزنا نحن فايزين لانه وصولنا لهون معناته فوز الفريق يعني عملنا عليه بس ما لنا حظ يعني حتى بالقدم بصراحه ما في حظ ابدا وبالتالي الآن هي النتيجة المثالية لعب كتير نظيف وكان كتير حلو شكراً منتخبنا السوري برافو عليكم إن شاء الله الموسم الجاي بنرجع بنتأهل وبنفوز إن شاء الله هدف نرهق الأستراليين بعد ذلك وبإذن الله ننال منهم في نهاية القصة اللاعبين اللي هارد لك للمنتخب السوري هارد لك لكل السوريين يلي كانوا بحاجة هاي الفرحة بعد 7 سنين من الحرب ما فينا نقول غير شكرا لكل اللاعبين يلي كانوا بأرض الملعب وشكرا للفريق الإداري شكرا للجماهير السورية اللي كانت بأستراليا يمكن من سوء حظنا أنه كانت الظروف ضدنا ظروف الحرب وظروف أنه ما قدرنا نلعب على أرضنا يمكن كنا قدرنا نعمل الفرق وإن شاء الله بكأس آسيا منعود للجمهور بيعودونا اللاعبين وإن شاء الله الأمل دائما موجود ورح نكون أكيد مستعدين للورد كاب بقطر 22 إن شاء الله ربما الأهم في تاريخ كرة القدم أول شيء هارد لك منتخبنا قدم مباراة كتير رائعة ومباراة بطولية وبتشكر اللي دعمونا هون بلبنان بشكل عام وبشكل خاص وبالنسبة للنتيجة أنا محبط من ناحية واحدة الشباب قدم مباراة كتير رائعة بس أول واحدة الحظ وقف ضدنا ثاني واحدة الحكم ما كان جيد بالمباراة أبدا كان كتير سيء الحكم وظلمنا كتير صراحة يعني بالمباراة المنتخب السوري واحدة يا فراس واحدة يا كنا حابين انه نشوف اداء اكثر من هيك كنا حابين نشوف السوما يسجلنا اهداف اكثر من هيك ولكن الحمد لله رب العالمين انا بدي احيي الشعب السوري بدي احيي الشعب العربي كله يلي وقف مع الشعب السوري وقرر انه يدعمه بكل شيء